فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلادنا في أرياف صعيد مصر، عندنا في بلادنا في الأرياف في صعيد مصر، نعم، يقول: الأموات لا يدفنون لا في شق ولا في لحد، بل يحفر له في الأرض بمقدار شبرين، مقدار شبرين، ايه، ثم يوضع فيه الميت ويهال عليه التراب، وذلك بسبب المياه الجوفية، لأن الأرض في مصر معظمها كذلك. هل يجوز هذا؟ يا أخي، يبنى مثلا بنية ويوضع فيها الميت ويغلق عليه، إذا صارت الأرض فيها ماء يبنى فوق الأرض بنية، سواء لواحد أو لأكثر من واحد، ويوضعون فيها وتغلق عليهم. نعم.